علقت الفنانة سلوى خطاب على حديث الإعلامية ياسمين عز حول آرائها في الرجل والمرأة وانحيازها للرجل، حيث روت عن قصة لصديقة لها حدثت خلال زواجها وكانت صدمة مفاجئة على الهوى. وأضافت سلوى خطاب خلال حواريها مع الإعلامية ياسمين عز ببرنامج كلام الناس، قالت لي واحدة صاحبتي لها آراء عكس آرائك كده، وطول اليوم بتتكلم عن المرأة وحقوق المرأة والكلام ده كده. قلت لها أنا مستنية أشوفك متجوزة عشان أشوفك متجرجرة من شعرك، وفعلا حصل، اتجوزت واتجرجرت في الريسبشن من شعرها. وعلقت ياسمين عز على القصة قائلة: أنا ضد العنف، ولكن أنا مع النعومة وإن كل طرف يدير الأمور دون تعقيد. انتوا ايه رأيكم؟ شاركونا في التعليقات. وجاءت أبرز تصريحات سلوى خطاب في البرنامج، قالت: بلاقي فنانات بقوا صغيرين قوي مش عارفة ازاي، انا مش ضد عمليات التجميل، المهم ما يكونش هوس. وقالت: انا دفعت ثمن جوازي وكنت حريصة ابقى زوجة كويسة بغض النظر عن تعبي في الفن. وقالت: ما ينفعش ندلع الراجل زيادة عن اللزوم، وما فيش حاجة اسمها الراجل لازم يوري مراته العين الحمراء لأننا بني آدمين. وقالت: أنا مش بكره الرجالة، وغالبا الستات طلعوا عليا كده عشان يوقفوا سوقي. وقالت الست المصرية أكتر ست على مستوى الوطن العربي شايلة مسؤوليات كتير فوق قدراتها. وقالت: المجتمع ده لو خلفت فيه هتعب، أنا مش فاهمة يعني إيه تربية حديثة. وقالت: الراجل الذكي هو اللي يعرف يسعد الست اللي معاه عشان هو يبقى مبسوط. وتعالوا بقى نشوف أسرار عنها ومين كان زوجها اللي رحل مؤخرا. سلوى خطاب مولودة 26 فبراير 1964، ممثلة مصرية. وقد كشفت الفنانة سلوى خطاب عن اسمها الحقيقي خلال برنامج ممكن الذي يقدمه الإعلامي خيري رمضان على فضائية السي بي سي، وقالت إن اسمها الحقيقي سلوى محمد مرسي، والذي أثار تعجب الإعلامي خيري رمضان قائلا: دي أغرب حاجة ممكن تحصل. وفي عام 1987 تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية، وتزوجت من المخرج أسامة فوزي، وأخرج لها فيلم عفاريت الأسفلت عام 1996. ده أسامة فوزي هو الوحيد اللي اتجوزته، ما اتجوزتش بعده، دي سلوى خطاب طبعا. ده المخرج الراحل أسامة فوزي، هنشوف أسرار عنه بعد ما نشوف أسرار سلوى خطاب. تم الطلاق بينهما بعد فترة، وقالت سلوى في تصريحات للمصري اليوم عام 2009: عندما يصل الأمر إلى أن أختار ما بين خيارين، إما أن أخسر نفسي وثقتي بذاتي وكبريائي، أو أنفصل عن شريك الحياة، فسأختار الانفصال بلا تردد، وهو ما قمت به بالفعل، ولست نادمة على هذا القرار، ولن أندم عليه في يوم من الأيام، وأكثر شيء كنت سأندم عليه هو الانتظار حتى تتفاقم الخلافات بيننا. فالانفصال قد يكون أفضل كثيرا من الحياة تحت سقف واحد لشريكين مختلفين في جوانب كثيرة. كما تحدثت سلوى خطاب عن زواجها السابق من خلال حوار تلفزيوني آخر قائلة: لم أدخل في أي علاقات بعد الانفصال من أسامة فوزي، ولا توجد مشاعر سلبية تجاهه، ما كانش ليا نفس أحب بعد أسامة فوزي، خاصة أنني لم أمر بقصة حب قوية مثل التي مررت بها، فلقد كنت أشعر أنني امرأة مسؤولة عن كل شيء في حياته، لأنه كان رجل شرقي في النهاية. دي سلوى خطاب، صور متفرقة ليها، وهنشوف تطور شكلها من بدايتها لغاية دلوقتي، هتلاقوا في فرق طبعا كبير، سن له أحكام. تقول أنها تحب العيش بحرية ولا تحب إنجاب الأطفال،
وترى أن السينما المصرية ساهمت في إسراء المشاعر الإنسانية وقامت بتعليم المصريين الرومانسية والمشاعر الرقيقة. وقالت خلايا الحوارية ببرنامج كلام تاني مع الإعلامية رشا مهدي في ديسمبر 2014: السينما المصرية باظت من ساعة لما بطلوا بوس، في إشارة إلى القبلات أو ما يطلق عليه السينما النظيفة. فهاجمها المذيع تامر أمين بشدة بعد تصريحاتها عن القبلات في السينما، وقال في برنامجه من الآخر: لو انت ناقصك بوس دي مش مشكلتنا، البوس أرزاق ومش عايزين حد يطلع عقده علينا. أضاف: تصريحات سلوى خطاب تدل على أنها فنانة كبيرة في السن فقط وليس في التاريخ الفني. في كتير طبعا هاجموا تامر على الكلام ده. هوت هنشوف بقى تطور شكلها من بدايتها هنا مع أحمد زكي في 1983، بعد كده 1985، وهنا 1986، وهنا 1989 مع زوزو نبيل، وهنا 1989 مع أحمد خليل. انتوا ايه رأيكم في تطور في الشكل؟ هنا 1996، هنا في 2001 محمود عبد العزيز كان موجود الله يرحمه. شكل البني آدم بيتغير طبعا بمرور السنين. هنا كل ده في 2001، هنا 2007، ألفين وتمانية. بس هي حلوة في جميع مراحل عمرها. 2009، ألفين وعشرة، 2013، 2014 في أحد مشاهدها التمثيلية، 2015، 2016، 2016. هنشوف أسرار عن زوجها الراحل. حيث توفي يوم الثلاثاء 8 يناير 2019 المخرج السينمائي أسامة فوزي عن عمر يناهز 58 سنة بعد صراع مع المرض.